ايه حكايه امريكا؟ امريكا انا اللي انا الوقت الوفاه بتاعتها انا جيت بعد 3 سنين سافرت انا عيلتي تقريبا كلهم بره مصر، فقلت بره القاهره يعني ولا بره مصر؟ لا بره مصر، خبالك بره القاهره خالص يعني، في جزء كبير يعني جدا اسكندرية من عيلتي، لا في امريكا وفي في لندن جزء يعني كبير سواء من عيله والدي او والدتي. يعني انت زعزوعة خالص، بس عندي خالة تانية ربنا يخليهم، عم بتسند عليهم برضو ربنا يخليهم. لا يبقى مش زعزوعة، لا ازاي بقى. قلت مامي، أمي كانت حالتها ابتدت تتحسن والدكتور طمني وكل حاجة، وأنا فعلا كنت تهديت. وإحنا للأسف الشديد اكيد في تمريض كويس جدا، بس في المقابل بتاعه لا، في ناس بتبقى برضو متعبه. فالتحمل المسؤوليه كان بيبقى اكتره عليا انا، وانا مبسوطه، انا مش متضايقه بالعكس يعني، بل بالعكس انا لو قعدتي جنبها طبعا قعدتي جنبها طبعا، ده هنا في مصر طبعا. وبعد كده خدتيها؟ لا انا اللي سافرت لوحدي، قلت هطلع 15 يوم اجازه وكان دكاترة متابعينها وكل حاجة كانت انت كويسة. ما اتجوزتيش؟ لا ما اتجوزتش، وسافرت، وبعد أسبوع من السفر بلغوني إن البقاء لله. أمال إزاي كلمته في التليفون؟ بكلم البيت على طول كل يوم. وكلمتيها؟ عادي، كل حياة الحياة مستمرة وجميلة وهي عادية وكل لا هي مش عادية، هي تعبانة برضو، تعبانة بس كلمتيها بقى؟ صوت ما بيطلعش. لا أنا أقولها دي آخر مامتي كويسة، آخر أنا كذا كذا كذا، هي ما بتردش عليا، لأن هي كانت حاجة عارفة زوزو حنتوس وكده. هي بقى فعلا حاجة بتيت خالص، وغنطوطة كده وكميلة خالص ورقيقة، فهي أساسا صوتها ما بيطلعش، فهي عينة صوتها ما طلعش خالص يعني، كان صوتها ضعيف قوي. قالتلك إيه نرمين؟ لا أنا فاكرة كل حاجة بتقولها. فاكرة الحوار؟ طبعا أنت بتحفظي كل الحوارات. لا أنا حافظة كل حياتي معاها. احكي لي الحوار التليفون. لا في التليفون لا، لكن ممكن أحكي الحوار قبل التليفون. تعبت مرة ودخلنا مستشفى وبقت كويسه خالص، هو مجرد ان الجو كان حر عليها قوي، وانا كنت ببقى خايفه من الاير كونديشن لانها بتاعي بيجي لها برد على طول وكده، وبعدين فجاه ابقى نايمه حد يدخل عليك يقول لك الحي الحي ماما بترجع دم، ادخل وافتكر انه دم اتريه وكانوا مأكلينها جالي، حاجات يعني الحقيقه خضايد تخض طبعا. المهم مش هنسى، مش عارفه ليه الواقعة دي بالذات انا مش عارفه انساها، بصه كده كانت على السرير، كانت بصالي كده ومش عليها غير كلمه يا حبيبتي، انت حبيبتي، تعبتك قوي. وانا طبعا بقى عماله صح، ولا ما تقوليش كده، ايه مامي اللي انت بتقولي ده، يلا بقى احنا قلنا ايه، احنا كله بيتوفى، عشان انا جدتي توفت 84 سنه، فكنا بنقعد نهرج وهي توفت صغيره الحقيقه يعني. النظرة دي أو قعدتها وهي بتقولي كده، دي مش ناسيها خالص خالص، اللي هي بس عمالة تقولك يا حبيبتي يا حبيبتي. هي طبعا أنا هقولها بصوت عالي أكتر، هي بتقولي يا حبيبتي تعبتي قوي، ربنا يخليكي ليا، فبس كانت بتقولها بقى بالطريقة بتاعتها دي. فكانت إيه آخر حوار معاها؟ لا هي كلها حوارات، مثلا مامي ممكن ايديا هنا مثلا، انا عايزه تحط ايديها عليا، ايديا بتاكلني، فتقول لي ولا ظهرك، بس تقول ظهرك دي مش وشخه، قلت لها اي حته، فكتلمسني كده وبتاع. كنت محتفله قبليها برضو بفتره، كان عيد ميلادها وقعدنا، هي بتحب كل الاغاني بتاعت زمان، صباح وورده وفايزة احمد وشاديه، وصوتها كروان، أمي صوتها والله كروان. وإنتي؟ لا أكيد مش هبقى زيها، أكيد مش زيها، لا والله. يعني أنت عايز تقولي، يعني أنت دلوقتي واحدة بتقولي صوت ماما كروان، يبقى مش معقولة نرمين ملكة الجمال يبقى صوتها. طب مش عايزة تفتكرها أغنية كانت بتغنيها؟ لا دي إيه عندها أغاني كتير جدا. لا عندها يعني أنا فاكرة أغاني كتيرة ماما كانت بتغنيها. يعني ولما بسمعها ولما بغنيها لازم اعيط، وعارفه كل الاغاني بتحبها، ايه الاغنيه اللي بتحبها وبتغنيها؟ لا اغاني كتير يعني، هغني معاكي مثلا دور عليه تلقى،
دور علي دور يلي عينيك شايفة وبرضو بتدور هقولك ايه وعدلك ايه دور علي دور. الله الله يرحمك الله يرحمك. ده وقت ما هي كانت